اهلا وسهلا بكل الافلامنجيه، جايبين لكم بقى النهارده الموسم الثاني من مسلسل سي. ولو لسه ما اتفرجتش على الموسم الاول هتلاقيه هيظهر لك في علامه الاي اللي فوق، او هتلاقيه موجود عندنا في الوصف. وعايز اقول لك انك لو لسه ما اتفرجتش على الموسم الاول فعلا مش هتفهم اي حاجه من الموسم الثاني. المهم ان بيبدا الموسم الثاني من مسلسلنا النهارده بعد ما عرفنا في الموسم اللي فات ان بابا فوس قدر ان هو يفقع عينين جيرا ماريل، وكمان قدر انه ينقذ كفو، ولكن هانيوا بتبقى اتخطفت من ايده فوس اللي هو يبقى اخو بابا فوس. وبيبتدي بقى بابا فوس وكفون في رحلتهم انهم يدوروا تاني على هانيوا. وعلى الناحيه الثانيه بتكون الاميره ماجرا واختها الملكه كين قرروا انهم يحكموا البلاد سوا، وكمان طلعوا قرار ان خلاص ما عادش في حاجه اسمها ان صيادين السحره يقتلوا الناس المبصرين، وان عادي الناس المبصرين يعيشوا وسطه. وبنشوف بقى بابا فوس وكفون وهم رايحين يدوروا على هانيوا، وبيتفاجئوا بمجموعه جنود تبع ايدو فوس وبيقدروا انهم يخلصوا عليهم، بس بيبقى في واحد من اللي كفون قتلهم لسه ما ماتش. وهنا بقى بابا فوس بيعلم كفون ان هو لازم يتاكد ان الضحيه بتاعته، وبيلبس بقى بابا فوس لبس الجنود دول، وبيقرر ان هو هيروح لوحده ويخش المدينه اللي فيها ايدو فوس عشان يقدر ان هو ينقذ هانيوا. وبيتفق معاهم ان هم يستنوا هنا، وان في خلال 7 ايام لو بابا فوس ما رجعش هو وهانيوا يمشوا بسرعه من هنا. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف بقى هانيوا وهي مخطوفه، وبيروح لها واحد وبيعرفها ان اسمه ايدو فوس، وان هو ده يبقى اخو بابا فوس. وبيكون ايدو فوس بيلف بدوريه وبيتفاجئ بالجنود بتاعته ميته، وبيعرف بقى من الطريقه اللي ماتوا بيهم ان بابا فوس هو اللي قتلهم. وبنشوف بقى الملك ياكينو الأميرة ماجرا أختها وهم رايحين لمدينة اسمها بنسا، وفعلا بيقدر بابا فوس إن هو يعدي من الجنود ويتنكر كأنه واحد منهم، وبيخش فعلا للمدينة وبيتحرك جوه من غير ما حد يحس بيه. وبنشوف هانيوا معاها واحدة من الجنود اللي بتحرسها ويبقى اسمها رين، وبتعرفها إن إيدو فوس يبقى أخو بابا فوس، وإن إيدو فوس بقاله 25 سنة بيدور على أخوه، وإنه عاوز ينتقم منه ويقتله لأن بابا فوس زمان كان قتل باباهم. وعلى طول هانيوا بتروح ماسكة تفاحة وبتحدفها على رين، ولكنها بتتفاجئ إن هي بتصد التفاحة دي. وبتعرف هنا هانيوا ان رين بتقدر تشوف زيهم، فعلى طول رين بتمسك سكينه وبتهددها ان لو حد عرف بالحوار ده هتقتلها. وفعلا كين وماجرا بتوصل لمدينه بنسا، وبيبقى هارلين هو قائد مدينه بنسا، واول ما بيشوف ماجرا بيفرح جدا لانه كان فاكر انها ماتت. والملكه كين بتقدر انها تاخد القصر اللي هو عايش فيه وتقول له ان خلاص الملكه هتقعد في بنسا، وان ده هيبقى المقر بتاعها لان طبعا المملكه بتاعتها اتدمرت. والقائد هارلين بيروح لها وبيقول لها انه سمع شائعات كده ان كانت هتقوم حرب ضدها في المملكة، وبيكون شاكك فيها ان هي تكون السبب في اللي حصل في مدينتها. وفي نفس الوقت بابا فوس بيبقى قدر انه يوصل لصديق قديم ليه جوه، وبيقدر صديقه ده ان هو يوديه من طريق يقدر يروح بيه لهانيوا وينقذها، وبيوصله لواحد جوه يقدر ان هو يرشده للطريق. وبيخش بابا فوس فعلا في الطريق ده، ولكنه لما بيوصل بيتفاجئ ان الشخص ده بلغ عنه وانه قال للجنود، وبيبتدي بابا فوس ان هو يخلص عليهم ويضربهم كلهم، وبيجري بسرعه ويطلع لبره، وكمان بيقدر ان هو يخلص على الجنود اللي بره ويموتهم. ولكنه بيتفاجئ بعيل صغير بيرشد الجنود على مكانه وبيقول لهم يتحركوا ازاي، وان الطفل ده مبصر وبيشوف هو كمان. فعلى طول بابا فوس بيروح للطفل ده وبيهدده ان لو اتكلم تاني هيقتله، وبيسيبه وبيمشي، ولكن برضه الطفل ده بيدلهم على مكانه لحد ما بيقدروا فعلا ان هم يكتفوه بالشبكه ويقبضوا عليه. وفعلا بيتسجن بابا فوس، وبيروح له ساعتها اخوه ايدو فوس وبيقول له ان كل اللي انت فيه ده بسبب انك ما قدرتش انك تقتل عيل صغير، وبيعرفه انه هيعذب بنته هانيوا، وانه هيحسسه بالالم اللي حسه لمده 25 سنه لما قتل ابوه. وبيبتدوا بقى ان هم يعذبوا في بابا فوس. وبنشوف على الناحيه الثانيه ان في واحد من صيادين السحره قدر انه يوصل لباريس، ولكن كفون بيوصل بسرعه وبيضربه وبينقذها، ولكنهم بيقدروا يحاصروهم تاني. يقول لهم القائد بتاعهم ان هو مش هنا عشان يقتلهم، وان الاميره ماجرا هي اللي طلبت ان كفون يرجع لها تاني. فطبعا هنا بيستغربوا لان المفروض ماجرا اصلا ماتت، وكمان كلمه اميره وانها اخت الملكه كين، ولكن بسبب حكمه باريس بتتاكد فعلا ان الكلام ده صح وماجرا لسه عايشه، وفعلا بتخليه يروح معاهم لماجرا. وبتقعد هي وبتستنى بابا فوس لما يجي هو وهانيوا، وبتكون هانيوا قدرت انها تحرر نفسها وتهدد رين، وبيبتدوا هما الاثنين يضربوا في بعض، ولكن بتقرر هانيوا انها تسيبها وما تقتلهاش. وبنشوف بقى القائد هارلين وهو بيتكلم مع الاميره ماجرا، وبنعرف ان هما كانوا صحاب جدا من 18 سنه. وبتطلع بقى الملكه كينو وبتتكلم مع شعب مدينه بنسا، وبتكذب عليهم وبتقول لهم ان اللي دمر مدينتها هم شعب مدينه ترافانتي، وانهم لازم يحاربوهم ويهجموا عليهم دلوقتي قبل ما هما اللي يهجموا. وكمان بتقول لهم انها حامل في ولد، وان الولد ده هيبقى مبصر، ولكن ماجرا بتتخانق معاها لان شعب الترافانتي قوي جدا، وانها لو بدات حرب معاهم هيخسروها طبعا. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف جيرا ماريل
بعد ما بابا فوس افقدوا عينيه الاثنين، وابنه بيحاول ان هو يعمل له عمليه يرجع له نظره تاني، ولكن جيرا ماريلي بينهار اول ما بيعرف ان العمليه دي فشلت وانه مش هيشوف تاني. وبنشوف رين وهي بتفك هانيوا وبتقول لها يروحوا مع بعض جوله، وبيبتدوا فعلا مع بعض ان هم يمشوا في المدينه، وبتدخلها البيت مهجور محدش يعرف عنه حاجه، وبيبقى البيت ده من العصر القديم وكله اجهزه الكترونيه وصور، ولكنهم طبعا ما يعرفوش دلوقتي ايه الحاجات دي. وبتوريها هناك كتب، ولكن رين ما بتكونش تعرف ازاي تقرا الكتب دي، فبتبتدي هانيوا ان هي تقرا لها القصص اللي موجوده في الكتاب، وبتكون رين وهانيوا حبوا بعض جدا وبقوا اصحاب. وان في نفس الوقت ده بيبقى ايدو فوس بيعذب بابا فوس بكل الطرق، وبنشوف بقى كوفون وهو مع صيادين السحره، وبيحذروا قائدهم اللي اسمه تود انه ما يقربش من رجالته، لان رجالته بتكره اي حد بيشوف لانهم معتقدين ان هم شياطين. وبتكون الملكه مجتمعه مع المجلس بتاعها، ولكنها بتقول لهم انا مش محتاجه مجلس نواب، انا محتاجه مجلس للحرب، لاننا داخلين على حرب دلوقتي مع شعب الترافانتي. ولكن هنا الاميره ماجرا بتعترض عليها وبتقول لها ان احنا لازم نعزز الدفاعات لانهم لسه واصلين المدينه دي جديده ولازم يحصنوها. وهنا الملكه كيم بتطلع كل اللي موجودين في الاوضه، وبتبتدي تتخانق مع اختها انها ازاي تعترضها قدام كل دول، ولكن ماجرا بتعترض وبتقول لها انت عايزه تموتي كل الناس دول في سبيل كذبتك، وان انت دمرتي البلد بتاعتك وكمان جايه تدمري البلد دي. ولكننا بنتفاجئ بقى ان القائد هارلين لسه واقف وسمع كل ده، وبنشوف القائد ايدو فوس على الناحيه الثانيه وهو بيتكلم مع المجلس بتاعه، وبيحاول ان هو يقنعهم ان احنا لو وظفنا ناس بتعرف تشوف عندنا في الجيش هنبقى لينا الافضليه ان احنا نكسب اي حرب. ولكنهم طبعا بيقولوا له اللي انت بتقوله ده خرافات، وان اي حد اصلا بيشوف لازم يموت، وان احنا اصلا دلوقتي عندنا حرب في الغرب وان دي اهم حاجه بالنسبه لنا. وبتطلب هانيوا من رين ان هي تهرب معاها وتمشي وتسيب البلد دي، لانهم لو عرفوا هنا ان هي بتشوف هيقتلوها على طول. بس رين بتقول لها ان دي بلدها اللي اتولدت فيها، وان حتى ابوها وامها موجودين هنا. وبنعرف ان رين اتولدت عادي من اب وام ما بيشوفوش، وان فعلا البصر كده ابتدى يرجع للعالم. وبياخدوا بقى بابا فوس وبيحبسوه في زنزانه، ولكنه بيتفاجئ ان في الزنزانه اللي جنبه موجود تماكتي جون. وبنعرف بقى ان تماكتي جون لسه صاحي وما ماتش، وطبعا بيتضايق عليه بابا فوس لانه بيبقى فاكر ان هو اللي قتل مراته. ولكن تماكتي جون بيقول له ان الاميره لسه عايشه وانها كمان مع الملكه كين. وهنا بقى بابا فوس بيتصدم لما بيعرف ان مراته تبقى اميره وتبقى اخت الملكه كين، وانها كمان لسه عايشه وما ماتتش. وبيروح القائد هارلين وبيطلب من الملكه كين ان هم يتجوزوا، عشان طبعا هو قائد الجنود اللي في المدينه، وان طبعا لو ده حصل الجيش بتاعه هيبقى تحت قيادته. ولكنها بترفض وبتعرض عليه يتجوز الاميره ماجرا اختها. وبنشوف رين انها بترجع هانيوا تاني للسجن بتاعها عشان ايدو فوس ما يحسش بحاجه، ولكن بيوصل ايدو فوس وبيطلب منها انها تطلع هانيوا للشارع. وفعلا بتطلع هانيوا وبتتفاجئ ان ابوها محبوس قدامها، وانهم حاطينه في قفص وبيعذبوه بيلفوا بيه في المدينه كلها. وهنا ايدو فوس بيقول لرين انه عين حد تاني يحرس هانيوا، وان خلاص رين ما عادتش هتبقى الحارسه بتاعتها. فبتقرر رين انها تروح وتقتل كل الحراس اللي بيحرسوا بابا فوس، وبتاخده وتنقذه وتقول له انهم هيروحوا ينقذوا هانيوا. واثناء ما هم ماشيين بيقرروا ياخدوا تماكتي جون معاهم عشان يساعدهم في انهم يوصلوا المجرى. وبتروح الملكه كين وبتعرض على اختها مجرى انها تتجوز القائد هارلين، ولكن طبعا مجرى بتتخانق معاها وبتقول لها انها اصلا متجوزه بابا فوس. واثناء ما هم ماشيين في المدينه بيلاقوا الشعب بينقلب عليهم وبيقول انهم خاينين. فهنا طبعا الملكه كين بتاكد لمجرى انها لو اتجوزت هارلين هيقدر ان هو يسيطر على شعبه وجيشه ويخليهم كلهم تحت امره. وبيكون في نفس الوقت ده ايدو فوس بعت واحد لهانيو عشان يعتدي عليها ويقدر ان هو يخلف منها ناس مبصرين. وعلى الناحيه الثانيه بيكون بابا فوس وتماكتي جون بيقتلوا الحراس عشان يوصلوا لهانيوا. وبتقرر رين انها تروح من طريق وبابا فوس يروح من طريق عشان يدوروا عليها. وبتقدر رين في الوقت المناسب انها توصل لهانيوا وتقتل الراجل ده. وبيقدر ايدو فوس ان هو يوصل لبابا فوس وبيبتدوا هما الاثنين يضربوا في بعض. وبيقدر ايدو فوس ان هو يحط السيف على رقبه بابا فوس وبيقول له ان هو مش هيسيب هانيوا بنته الا ما تكون خلاص ما قدرتش انها تخلف تاني، وانها تكون انجبت عدد كافي من الناس المبصره. ولكن بتوصل هانيوا وبتضربه بالاسهم وبتقدر انها تنقذ ابوها بابا فوس. وبيروح بابا فوس ليه وبيقول له ان هو مش هيقتله زي ما قدرش ان هو يقتله من زمان لان هو اخوه. ولما بتطلع هانيوا بتتفاجئ بتماكتي جون قدامها وبتكون خلاص هتقتله، ولكن بابا فوس بيعرفها كل اللي حصل وان كمان مامتها ماجرا لسه عايشه. وبتقدر رين بسرعه انها تهربهم من المكان قبل ما الجنود يوصلوا لهم. وبنشوف الملكه كين وهي قاعده حزينه جدا لان الجنين اللي كان في بطنها مات. وبنعرف ان ابو الجنين ده اصلا كان بوتس المبصر، ولكنه بيحاول يهديها ويقول لها ان هو هيعوضها، ولكنها بتطلع سكينه من ايديها وبتخلص عليه وتموته. وبنشوف بعديها ان بابا فوس وهانيوا وتماكتي جون راحوا للمكان اللي كان سايب فيه باريس وكوفون، ولكنهم بيبصوا ومش بيلاقوهم. وبيعرف تماكتي جون من خلال اثار الرجلين اللي خدوهم
صيادين سحرة وانهم اكيد خدوهم عشان يرجعوهم تاني لمجرى. وفعلا بتأكد الكلام ده هانيوا لما بتشوف اخوها كاتب لها كلمة بنسا، وبيعرفوا من خلالها ان صيادين السحرة دول خدوا كوفون وهيودوه لمدينة بنسا. وبنشوف ان ايدو فوس متضايق جدا لانه بيقول ان اكيد ان في حد ساعدهم من جوه على انهم يهربوا، وبيكلم رين المساعدة بتاعته بيقول لها انها لازم تستجوب كل الحراس وتعرف مين الخاين اللي كان السبب في كده. وعلى الناحية التانية بيروح القائد هارلين للملكة كين وبيقول لها ان في واحد جاي له باخبار عايز يعرفها له، ولكنه هيجيبه هنا عشان الملكة كين تسمعه وانها ما تعملش اي صوت عشان يقدر انه يتكلم براحته وما يخافش. وفعلا الشخص ده بيوصل وبيكون من المدينة اللي الملكة كين دمرتها، وبيعرفه وبيقوله ان الملكة كين هي اللي دمرت المدينة وهي اللي خربتها وان هي بتكذب وان جيش الترافانتي ما هجمش عليهم اصلا. فعلى طول القائد هارلين بيطلع سكينة وبيقتله، وبكده القائد هارلين بيكون مسك حاجة على الملكة كين وبيهددها بقى وبيقول لها ان هو لازم يتجوز اختها في اقرب وقت. وبتروح الملكة كين وبتتكلم مع مجرى عشان تقنعها، ولما بتعرف مجرى ان الملكة كين خسرت الجنين بتتعاطف معاها وبتحضنها، وبتعرفها الملكة كين ان القائد هارلين بيهددها. فهنا مجرى غصب عنها بتقرر انها توافق على الجواز منه، ولكنه مجرد جواز مصلحة وقدام الناس بس مش اكتر. واثناء ما بابا فوس واللي معاه ماشيين ورايحين لبنسا بيتفاجئوا بشوية حرامية بيطلعوا عليهم وعايزين يقتلوهم، ولكن بيوصل لهم مجموعة من المحاربين البنات وبيقدروا انهم يخلصوا على الحرامية دول وينقذوهم. وبنتفاجئ كمان ان بارس معاهم، وبيتفاجئوا ان تماكتي جون معاهم وبيحاولوا ان هم يقتلوه، ولكن بابا فوس بيمنعهم وبيقول لهم ان تماكتي جون بيساعدهم، وبيقرروا انهم يتحركوا على مدينة قريبة منهم عشان يستريحوا لان بابا فوس بيبقى تعبان ومحتاج فعلا يستريح. وبتبتدي بارس تحكي لهم ايه حكاية المحاربين البنات اللي بيحاربوا معاهم دول، وبتقول لهم ان من 200 سنة اتولد عدد صغير من الاطفال المبصرين، وان طبعا صائدين السحرة وصلوا لهم وحرقوا الاطفال دي وموتوها. فقررت امهات الاطفال انها تعمل مجتمع سري يضم شوية بنات محاربين عشان لما طفل مبصر تاني يتولد يقدروا المحاربين دول انهم يحرسوا الطفل ده لغاية ما يكبر. وان بارس كانت واحدة منهم زمان، وان هي مشيت وسابتهم اول ما لقت طفل اتولد وان هو بيشوف، وانها اتكلفت بحماية الطفل ده. وبتعرف هانيوا ان الطفل ده يبقى هو جيرا ماريلا ابوهم، وان هو كان بيحب العلم جدا، ولما الكتب كلها خلصت قرر ان هو يمشي ويسيب بارس عشان يدور في اماكن تانية على كتب ويقدر ان هو يتثقف اكتر. وبنشوف بقى قائد صيادين السحرة تود، وبيكون الحراس اللي معاه متضايقين وعايزين يقتلوا كوفون، ولكنه طبعا بيرفض وبيقول لهم ان احنا عندنا اوامر من الملكة ان كوفون يرجع لهم حي. ولكننا بالليل بنتفاجئ ان الحراس دول بيقوموا وعايزين يقتلوا كوفون، ولكن تود بيقوم وبيقدر ان هو يدافع عن كوفون ويقتل واحد منهم، وبيقول للتاني يهرب بسرعة قبل ما يقتله لانه خالف اوامر الملكة. واثناء ما هانيوا قاعدة مع بابا فوس بيقول لها ان هو فعلا قتل والده، ولكن السبب في كده ان والده كان طلب منه انه يقتل اخوه ايدو فوس، ولكن بابا فوس رفض طبعا وقرر انه يقتل والده عشان كده. ولكن طبعا ايدو فوس ما بيبقاش عارف الحوار ده وعشان كده بيبقى عايز يقتل بابا فوس. وعلى الناحية التانية ايدو فوس بيكلم مساعدته وبيقول لها عملت ايه في موضوع الخونة، وهنا بتبتدي تقلق لما بتحس ان هو ابتدى يشك فيها. وبيبقى بقى تماكتي جون بيعرفهم ان المشوار لمدينة بنسا هياخد 13 يوم، ولكن المحاربات اللي معاهم بيقولوا له انهم يعرفوا طريق مختصر اكتر هيوصلهم في اسرع من كده، ولكن بابا فوس بيقول لها اصلا الطريق ده مش موجود على الخريطة. فهنا هي بتعرفه ان في طرق كتيرة مش موجودة على الخريطة لان اصلا هما اللي كانوا بيصنعوا الخرايط دي، وانهم اخفوا اماكن كتيرة قوي من الخرايط عشان صيادين السحرة ما يقدروش ان هم يوصلوا لهم، وبيتحركوا عشان يكملوا طريقهم. وبيقرروا يستريحوا في مدينة جنبهم اسمها فاليريا، ولكن تماكتي جون بيقول لهم ان هو مش هيقدر يخش معاهم للمدينة دي لانه قتل ناس كتير في المدينة دي وطبعا مش هيرحبوا به هناك. وبيتحركوا فعلا وبيروحوا للمدينة دي لوحدهم، وبيقابلوا هناك بو وبيخش فعلا للقرية وبيبتدوا انهم يستريحوا جوه، ولكن بيتفاجئوا ان تماكتي جون دخل للقرية دي لانه بيبقى حاسس بالذنب وعايزهم يقتلوه عشان يكفر عن اللي عمله. ولكن بسرعة بابا فوس بياخده بره قبل ما حد يشوفه وبيقوله ان هو اصلا عايز يقتله بس هو مستحمله عشان يقدر يساعدهم في رحلته. ولكن هنا بو بتكون واقفة بره وبتسمع وبتشوف ان تماكتي جون موجود معاهم، وبتتسحب وبتروح له بالليل عشان تقتله لانه طبعا كان السبب في ان هو يقتل شيخة القبيلة اللي هي تبقى مامتها. بس بارس بتقف قدامها وبتدافع عنه وبتقول لها ان هم محتاجينه دلوقتي وان احنا بعد ما نخلص اللي احنا عايزينه منه ابقى اقتليه براحتك. وبنشوف على الناحية التانية ان ايدو فوس ورجالته راحوا لجيرا ماريل
عشان بيبقى فيه بينهم تعاقدات، وبيكون مستغرب ان جيرا ماريل واقف ثابت في مكانه ما بيتحركش، وبيتفاجئ بقى ان هو ما عادش بيشوف زيهم، فعلى طول بيطلع سلاحه وبيقتله لانه كده خلاص ما عادش هيقدر يستفيد من جيرا ماريل، وبيعين واحد هناك ان هو يحرس ابنه عشان يكمل ابنه مسيرته. وبنشوف بقى ان تود وكوفون وصلوا فعلا لمدينه بنسا، وبيخش كوفون لوالدته وبتفرح جدا ان هو لسه عايش وكويس، ولكن بيتفاجئ كوفون ان فرح والدته على القائد هارلين النهارده، بس هي بتسيبه وبتقول له خليك قاعد في الاوضه دي وانا هفهمك كل اللي حصل بالظبط. وفعلا مراسم الجواز بتبتدي، وبيتجوز القائد هارلين من الاميره ماجرا، وطبعا كوفون بيتضايق جدا من اللي بيحصل وبيسيبهم وبيرجع لاوضته تاني، ولكن الملكه كيم بتخش عليه وبتبتدي انها تقرب منه وتحكي له انها ازاي كانت مظلومه، وان ماجرا والدته لو كانت عرفتها ان الاطفال الصغيره المبصرين دول يبقوا عيالها، ساعتها الملكه كيم كانت هتؤمر صيادين السحره انهم مش يقتلوه. ولما بتعرف ماجرا ان قبيله التريفانتس خاطفين بنتها هانيوا، بتروح هي والقائد هارلين وبيتفقوا مع اخوه ان هو يخش للمدينه دي ويتسحب لجوه ويحرر بنتهم ويجيبها. وطبعا بيبقى اخو القائد هارلين هيعمل كده بسهوله، لانه اصلا بيبقى بيهرب شويه حاجات من المدينه دي ويجيبها لمدينته. وبيروح كوفون لوالدته وبيبتدي ان هو يعاتبها ويقول لها ان انت زمان لو كنت عرفت اختك ان انت اللي حامل في الاثنين المبصرين كان زمانها دلوقتي ما بتدورش علينا، وان احنا كان زماننا طول الوقت ده كله ما بنهربش من صيادين السحر. ولكن والدته بتحاول تقنعه ان انت ما تسمعش الكلام الملكة كين، وان هي بتعمل معاك كده بس عشان تستعطفك وتخليك تبقى في صفها. المهم ان القائد هارلين بيجيله اخبار ان الترافانتز عايزين يعملوا معاهم معاهدة سلام، ولكن الملكة كين ما بترضاش بالمعاهدة دي وبتقرر انهم لازم يحاربوا، فبتروح لها ماجرا وبتحاول ان هي تقنعها، وبتقول لها ان دي اول مرة في التاريخ الترافانتز يطلبوا انهم يعملوا معاهدة سلام، وانك لو عملتي كده الشعب بتاعك كله هيحبك. فبتقرر الملكة كين انها فعلا تبعت اختها ماجرا تعمل معاهدة السلام دي، ولكن الملكة كين بتقول لها انهم لازم في معاهدة السلام دي يعتذروا عن اللي هم عملوه في مدينتها. فطبعا ماجرا بتقول لها انت صدقتي نفسك ولا ايه، هم اصلا مستحيل يوافقوا على كده، لان اصلا انت اللي مدمره مدينتك ومش هم اللي هجموا عليها ودمروها. وفعلا بيكون على الناحية التانية ايدو فوس بيجهز الناس اللي هيروحوا لمعاهدة السلام، وبيخلي رين هي تبقى القائدة بتاعتهم، وبيكون بيسلحهم باسلحة عشان لو حصل اي حاجة هناك يقدروا يتصرفوا. وفعلا بيكون بابا فوس واللي معاه قدروا انهم يوصلوا لمدينة بنسا، وبيكون كمان تماكتي جون بيحاول ان هو يجمع صيادين السحرة تاني اللي في صفه، وبيخش فعلا بابا فوس وبيضرب الحراس، ولكن ماجرا بتسمع صوتهم وبيبتدوا انهم يحضنوا بعض وبيبقوا مبسوطين جدا. ولكن بيوصل القائد هارلين وبيعرف ساعتها بابا فوس ان هو اتجوز مراته ماجرا، ولكن ماجرا بسرعه بتهديه وبتقوله ان احنا اما نطلع فوق هفهمك. وبتوصل الملكه وبتعرض عليهم انهم يقعدوا يتعشوا مع بعض، واثناء العشاء ده بتكون كل اللي بتعمله الملكه انها بتعصب بابا فوس، وكمان هارلين بيعصبه ان هو متجوز مراته، وطبعا بيتعصب بابا فوس من الكلام ده، ولكن ماجرا بتهديه بلغه الاشاره وبتعرفه ان هي بتحبه هو وان هو جوزها الحقيقي، وبتعرفهم الملكه ان ماجرا مسافره تعمل معاهده سلام مع الترافانتس، ولكن بابا فوس بيقول لهم ان الترافانتس عمرهم ما يعملوا كده لان دي حاجه غريبه عليهم، وان الترافانتس مشغولين دلوقتي بحرب في الغرب، وان احنا المفروض ان احنا نسيبهم دلوقتي خالص لانهم مش هيبقوا فاضيين لنا اصلا وما نخشش في حرب معاهم. وبتقعد ماجرا مع بابا فوس لوحدهم وبتبتدي تفهمه ليه اتجوزت القائد هارلين، وان كل ده قدام الناس بس مش اكتر، ولكنه برضه بيبقى متضايق منها لانها كذبت عليه وما قالتلوش انها تبقى اخت الملكه كين. فهنا بيقول لها تعالي ناخد الاولاد ونهرب تاني زي ما كنا ونبعد عن الكلام ده كله، ولكنها بتعرفه ان الكلام ده ما عادش ينفع دلوقتي، لان اصلا المملكه دي كانت من حقها، وان ابوها قبل ما يموت كان عايزها تبقى ملكه، وانها فعلا هتحاول انها تعمل كده. وبتقابل فعلا ماجرا تماكتي جون وبيبتدي انهم يتناقشوا في خطه عشان يشيلوا بيها الملكه كين من على الحكم. وبيروح شويه رجاله لهارلين وبيقولوا له ان هم لقوا الحصان بتاع اخوه لوحده، فبيقول لهم ده العادي هو ساعات بيسيب حصانه كده وبياخد حصان تاني، ولكنهم بيقولوا له ان احنا لقينا شنطه على الحصان. ولما بيخش وبيفتح الشنطه دي بيتفاجئ براس اخوه جواها، فهنا بينهار هارلين من اللي شافه وبيحزن جدا على اخوه. وبتروح له ماجرا وبتحاول انها تهديه، وبتتحرك الاميره ماجرا فعلا عشان تروح لمعاهده السلام، وبيروح معاها بابا فوس عشان يحميها. وبنشوف ان الملكه كين بتحاول برده انها تستعطف كوفون وتقرب منه وتعمل معاه علاقه عشان الجنين بتاعها مات وهي عايزه تبقى حامل تاني في طفل مبصر. وبتكون بارس حلمت بحلم وحش ان في حد هيخونهم، فعلى طول بتعرف هانيوا انها لازم بسرعه تروح وترجع باباها ومامتها وتخليهم ما يروحوش معاهده السلام دي عشان في خيانه هتحصل. فعلى طول هانيوا بتتحرك عشان تروح لهم فعلا، بس هم بيكونوا وصلوا، ولما بتقول لهم بيقولوا لها ان خلاص ما ينفعش ان احنا نرجع. وفعلا بيقعدوا على ترابيزه واحده وبتبتدي المفاوضات ما بينهم، وبتطلب ماجرا منهم انهم يعتذروا لهم على اللي حصل في مدينه الملكه، ولكن ترافانتس بيقولوا لهم ان احنا ما هجمناش عليكم وان مش احنا السبب اصلا في كده، وان احنا لو عملنا كده مش هنخاف منكم زي ما احنا مش خايفين
ان احنا نقول لكم ان احنا اللي قتلنا اخو القائد هارلين، وكتقديرا مننا بعتنا لكم دماغه في شنطه. فهنا طبعا القائد هارلين بيتضايق جدا وبيتعصب وبيقوم يضربها، وطبعا بيقوم وبتتفض المفاوضات اللي ما بينهم. وبالليل بيعتذر هارلين للاميره ماجرا عن اللي هو عمله، وبيقول لهم ان الترافانتس لسه ما مشيوش، ومعنى كده ان هم عايزين لسه السلم، وان هو اتفق مع واحد من اللي كانوا قاعدين في الاجتماع ان هو هيقابلهم دلوقتي ويوصلوا معاه الحل، وبكره لما يقعدوا معاه على الترابيزه تاني هيكونوا اتفقوا وفعلا المفاوضات تنجح. وفعلا بيروحوا وبيقابلوا الراجل ده، وبتقول له ماجرا ان قريب جدا الملكه كين مش هتبقى في الحكم، وان ماجرا هي اللي هتبقى الملكه، وانهم بس يتظاهروا انهم بيعملوا اعتذار كده، وان لما ماجرا تمسك الحكم هترجع لهم اعتذارهم ده تاني. وبنشوف على الناحيه الثانيه ان الملكه فعلا قدرت تستغل الكفون وتعمل معاه علاقه، وفعلا تاني يوم بتنجح المفاوضات اللي ما بينهم، وبيقضوا الليله دي في المخيم، وبيقرروا انهم كل واحد فيهم يرجع على قبيلته تاني يوم. ولكن بالليل بنتفاجئ ان في 2 جواسيس بيقتلوا في الجنود، وبيخشوا كمان وبيقتلوا الناس اللي كانت جايه تتفاوض للترافانتس، وبيقدر بابا فوس ان هو يصحى بسرعه ويخلص عليهم. وبتكون ساعتها رين وهانيو مقضيين اليوم مع بعض فوق، ولما بتنزل رين بتتفاجئ ان كل اللي معاها ماتوا. فهنا بتبتدي تتهم هانيو ان هي السبب، وانهم اصلا كانوا متفقين انهم يعملوا كده، وانها كانت بتستغلها. وبتتفقد مجرى الجنود دول عشان تعرف الجواسيس دول منين، فبتلاقي ان عليه وشم من وشم المملكه بتاعتهم، فبتعرف ان الملكه كين هي اللي بعتت الجنود دول عشان تبوظ المفاوضات، وبرضه ينتهي الحال بيهم انهم يحارب. وبترجع بقى ماجرا لاختها وبتبقى متضايقه جدا وبتفضل تكسر في كل حاجه. وبتروح رين على الناحيه الثانيه وبتعرف ايدو فوس اللي حصل، ولكنه بيقول لها ان هو فعلا كان عارف ان اصلا معاهده السلام دي هتفشل، وان الملكه كين عايزه الحرب كده كده، ولكن بيبقى مستغرب ازاي رين الوحيده هي اللي عاشت وكلهم ماتوا. فهنا بقى رين بتبتدي تصالحه ان هي مبصره وان هي بتشوف، والملكه كين بتعمل اجتماع بقى وبتقول بعد ما مفاوضات السلام فشلت لازم ان احنا حارب دلوقتي. فمجرى بتقطعها وبتقول لها ان اصلا الجيش بتاع صيادين الصحراء مش هيحارب معاك، ولكن الملكه كين بتقول لها ان صيادين الصحراء دول جيشي اصلا ولازم يحاربوا معاك. فهنا بقى بيوصل طبقت جون وبيقول لها مين قال ان جيش صيادين الصحراء جيشي؟ الجيش ده بتاعي وانا لسه عايش، فمعنى كده ان هم بيسمعوا كلام انا بس. وهنا بقى بتصدم الملكه كين ان لسه طبقت جون عايش، وبيبتدي طبقت جون بقى يفضح الملكه وان هي السبب في تدمير مملكتها، وانها كمان حاولت تقتله، وكمان الجنين اللي في بطنها مات. فطبعا بتتضايق الملكه كين وبتؤمر الجنود انهم يقبضوا عليه ويقتلوه لانه بيكذب، ولكنها بتتفاجئ ان محدش من الجنود بيسمع كلامها، وكل الجنود بقى بيروحوا وبيقفوا في صف طماكتي جون، وبيقرروا انهم يعينوا مجرى تبقى الملكه بتاعتهم. وبيروح طماكتي جون عشان يقتل الملكه كين ويريحنا كلنا منها، ولكن باريس على طول بتتدخل وبتقول له ما تقتلهاش، هي حامل في طفل، وان الطفل ده ملوش ذنب ان امه تبقى كده. فعلى طول مجرى بتقرر انها تحبسها لحد ما ابنها يتولد وساعتها يقتلوه. ولكن في نفس الوقت ده بيبقى ايده فوس وجيشه قدروا انهم يدمروا مدينة جنب المدينة بتاعت بنسا، وطبعا بيبقوا في طريقهم لبنسا وبيكونوا مستغربين ازاي قدروا انهم يدمروا المدينة دي بسرعة. فعلى طول هانيوا بتعرفهم ان ايدو فوس معاه ناس بتشوف، وان الناس دي هي اللي ساعدته ان هو يدمر المدينة دي بسرعة، وكمان بتقترح ان هي واخوها يشتركوا في الحرب دي. ولكن طبعا بابا فوس مش بيبقى موافق على كده، ولكن المجلس الحربي مع القائد هارلين بيبقوا عايزينهم يروحوا معاهم عشان يساعدوهم في الحرب. فعلى طول ماجرا ما بتلاقيش حل غير انها تبعت عيالها عشان يساعدوهم في الحرب، وبتقرر ماجرا انها لازم تروح وتحارب معاهم لانها الملكه بتاعتهم. بس القائد هارلين بيقول لها ان دور الملكه انها تشجع جنودها وانها تقعد تستناهم وهم يحاربوا بدل. وفعلا ماجرا بتطلع وبتخاطب جنودها وبتقول لهم ان طول حياتها كانت مستخبيه في الجبال، وان جه الوقت انها تدافع عن ارضها وشعبها وبلدها. وفعلا الجيش بيبتدي ان هو يتحرك، وماجرا والقائد هارلين بيستنوا في المدينه بنسا، وبيخيم جيش بابا فوس في مدينه اسمها جرين هيل جاف عشان يستنوا ايدو فوس لما ييجوا ويحاربوهم في المدينه دي. وفعلا بيكون جيش ايدو فوس وصل الناحية التانية، وبيبقى عددهم كبير جدا حوالي 350 واحد. فبتروح هانيوا عشان تتكلم مع رين، وبتفهمها هانيوا ان مش هي اللي خانتها، وان اللي حصل ده كان من الملكة كين، وان الملكة كين دلوقتي اتسجنت، وكمان ماجرا هي اللي بقت ماسكة الحكم. ولكن رين بتقول لها انها للأسف مش هتعرف تعمل حاجة، لان خلاص ايدو فوس ادى الامر بالحرب. وفعلا بيبتدي ايدو فوس والجنود اللي معاه انهم يرموا السهام بتاعتهم، وطبعا بيموت عدد كبير قوي من جيش بنسا، وبسرعة بيتراجعوا جوه المدينة وبيقفلوا ابوابها. وبيكون بابا فوس واللي معاه فقدوا الامل في انهم يكسبوا الحرب دي، ولكن فجاه بيلاقوا ان عدد كبير قوي من القبائل الخفيه بينضم لهم عشان يساعدهم في الحرب، وكمان بينضم لهم فريق الحارسات. وبيحاول بابا فوس ان هو يكسر الباب، ولكنه بيتفاجئ ان بابا فوس بنفسه هو اللي بيفتح الباب. وبتبتدي بقى الحرب ما بينهم، وبيكون بابا فوس وجيشه بيخلصوا على عدد كبير من الترافانتس، ولكن الولد الصغير ده بيفضل يرشد الجنود على الاماكن، وبيقدروا ان هم يخلصوا على عدد كبير من جيش بابا فوس. وهنا بابا فوس قطع
حبل ماسك ونش كبير والونش نزل عليهم وموتهم كلهم. فطبعا ايدو فوس اتضايق وامر بدخول الجيش كامل يحاربه، وبيبتدي ايدو فوس ان هو يخش ويقتل عدد كبير قوي من الجيش، وبيتراجع بابا فوس وتماكتي جون لكهف كده وبيسحبوا معاهم شويه من جنود ايدو فوس. واثناء ده بيبتدوا ان هم يفتحوا شويه كياس موجود فيها بنزين، ولما بيسحبوا عدد كبير قوي من الجيش بيبتدوا ان هم يولعوا في الطريق ده كله، وفعلا بيموت عدد كبير قوي من جيش الترافانتس. واثناء ما توت بيدافع عن كفون للاسف بيتضرب بالسيف وبيقع وبيموت. ولما بيلاقي بابا فوس ان لسه عدد الجيش كبير جدا بيسحب صخره كبيره من على التل لفوق وبيوقعها على التلج، وهنا التلج بيبتدي ان هو يتكسر من تحت رجل الجنود، وبسرعه جيش بابا فوس كله بيبتدي ان هو يتسلق عشان يبعد عن التلج. وطبعا الجنود دي كلها بتقع في الميه وبتغرق. وطبعا لما ايدو فوس بيحس ان هو خسر عدد كبير من الجنود بيتراجع، وبيبقى عارف كده ان هو خسر المعركه. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف شويه جنود تبع ايدو فوس بيتسحبوا لمدينه بنسا وبيقتلوا الحراس، وبيخشوا كمان عشان يقتلوا مجرى، ولكن بيوصل لها هارلين بسرعه وبيقدر ان هو ينقذها، وبيقدروا مع بعض يخلصوا على الجنود دول. ولكن هارلين بيتصاب اصابه شديده جدا، وبيسمع بابا فوس صوت صفاره اخوه، فبيطلع له لبره وبيفضل يترجاه ان هم يوقفوا ده لانه مش عايز يقتل اخوه. ولكن بتبدا بقى الحرب ما بينهم وبيفضلوا يضربوا في بعض، وبيبقى فعلا الاثنين اقوياء جدا، وبيقدر بابا فوس ان هو يوقع اخوه يكتفه وبيكون خلاص هيقتله، ولكنه بيرفض يعمل ده وبيسيبه ويمشي. بس بيتفاجئ ان ايدو فوس جاي من وراه وبيضربه بالسيف، ولكنه بيسيبه اصابه سطحيه، وبيعكس بابا فوس السيف وبيقدر ان هو يقتل بيه ايدو فوس. وبيفضل حزين جدا على اخوه ويقول له انه ما كانش نفسه يوصل بيهم الحال لكده، وبيعرفه هنا ان ابوه كان عايزه يقتل اخوه فهو ده السبب اللي خلاه يقتل باباه. وبيرجعوا بقى تاني كلهم للمملكه وبتحتفل بيهم مجرى، وبترقي تماكتي جون يبقى القائد الاعلى للجيش، وبتقول لهم ان خلاص ما عادش في حاجه اسمها سحره، فمش هيبقى في صيادين للسحر. واللي ما بيوافقش على الكلام ده بيبتدي ان هو ينشق من الجيش، وبيبقى على راسهم واحد كبير فيهم اسمه فيدريك. وبنشوف بقى ابن جيرا ماريل قدر ان هو يصنع سلاح جديد وهو المتفجرات، وبيسلمه للجندي اللي كان في جيش ايدو فوس. وبنشوف بقى بابا فوس بيطمن على عيلته وانهم كويسين، وبيلم هدومه كلها بقى وشنطه وبيمشي من المكان. وبنشوف باريس وهي راحه تطمن على الملكه واللي في بطنها، ولكن بنتفاجئ ان الملكه كيم بتطلع سكينه وبتقتل باريس وبتموتها. وهنا بيخلص الموسم الثاني من مسلسلنا، واستنونا لان الموسم الثالث خلاص بيخلص وهينزل الفتره الجايه. ويا ريت لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لنا لايك واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان اللي كتب السكريبت ده واللي منتج الفيديو واللي كمان سجل اخوكم ايمن اللي هو انا يعني.